قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شويه عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام هاف ا جود تايم. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اكيد بيوصي ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا نجلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي. انا لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. ماما مين بيهز؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربيه، هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل اي حاجه كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. مين اللي انت اتغيرتي قوي؟ للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته، يلا انجز. هاني. نعم هاني. يلا يلا. ايه يلا؟ نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف. يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. اوكي نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانتي مهتميه بنفسك كده، يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحاجة يا سيف؟ العربية. العربية بجد مش كرتون. الله. دي حلوة أوي. إيه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وأنا استوبت على اللي جابوك ولا إيه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل، هات المفتاح. هاني يا متخلف احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها هندي صبري يا نيلي بحبك حب. سي هاي ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكره انا مش بحب اروح للسليبرتيز اقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سليبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما بحبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكسي طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره. اكيد الجزيره. لا هو ما كانش في الجزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض. لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيرين فكره حلوه قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير، انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا امه؟ هات. طب بجيب النكلس ده. بطلي تسولي يا شريهان.
بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس انا سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما تعمليش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه الاكشن. الحقنا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ حاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس خرابي على جنب. الهي يا رب ما توقع تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعتي علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه هاني قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استيكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجة خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الكأس. سيئة. انت جبت المجلة دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفة. طب مش تقول لي يا هاني؟ ايه التخلف ده؟ طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياة يا سيف؟ في كلاكس. وايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلد لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكره. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام، ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام، ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. وريني بل وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. ما لا عشان الاثنين صحاب. انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت عملت كده بقى ده عادل امام. شفت؟ يبقى اللي انا قلدته الاول كان عادل امام. لا ما انت عملت كده بس. طب قلد لك فريد شوقي. هتقلده ازاي ده بقى؟ هقلدهولك يا عدوي. هو ده الوحيد اللي انت قلدته على فكره. شوف. مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه. Whatever. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انتي بتحبيه قوي كده؟ ما يتنيل والله يغوف في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بطل. مين تاني؟ انا لك نجات. نجات. نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ايه ده؟ تعمل ايه؟ يلا خلاص. ايه ده في؟ لا انا عايز لسه الف بيها وكاروز وامريكا وكاروز. ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه. مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده، وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد، بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو بشاور لك يا عم. اهو سيف اهو. اسكت. ايه يطفي؟ ايه حي جمهورك؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده، وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد، بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو بشاور لك يا عم. اهو سيف اهو. اسكت. ايه يطفي؟ ايه حي جمهورك؟ يا لهوي هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده؟ انت بتعمل انت وهو فوق؟ انزل يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انتوا. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكوا؟
سوء تفاهم حضرتك. انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقولك ايه، مالكش دعوة انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقولك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش علي انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكرة بقى كده. طب بقولك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسيبونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت وهديه اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي كل اسمه فكاله، محدش يتحرك. كل اسمه فكاله، شايف لي ابدا البطاقه دي كلها، وحرس لي الخمره دي كلها، وحرس لي المزل دي كلها. في يا محفوظ باشا استنينا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. ايوه العربيه، هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنه هنا مش ممنوعه؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنه ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورته دي شوكولاته؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال كلها بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا لا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شدة فخفت استوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي ده اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحية وخيبت ايه؟ ايه اللي ضحية وخيبت ايه؟ شو ما تقولش اسمي هنا الله. ما تقولش اسمك، تعمل فيها ظابط؟ شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور؟ الله ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده؟ ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك العروسين. شو بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شوية صعبانات. يا سعادة البيع حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي، انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيبوحة. ايه ريحه بقعد دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى، ضحي ايه وخيم الدنيا يا سيف؟ الله اطلع، خلي بالك من نفسك. سيف يا سيف، سيف والله.
والله العظيم يا حضرة الظابط أنا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين إيه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وأنت إيه خالد الصاوي؟ أنا ضاحي يالا. ضاحي؟ أنت طلعت حكومة يا ضاحي؟ يا ابني حكومة إيه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، أنت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعة أنا خايفة قوي، أنا بطحت الفنانة هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، أنا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شوية. يبقى أكيد دي رعشة الموت، ألف بعد الشر عليها، أنا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيرة الجزء الثالث؟ قتلة، كلنا بقينا قتلة. يا جماعة ما تكبروش الموضوع، دي خدت إزازة على دماغها، ما خدتش رصاصة يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقت. ها لقيتوا حاجة في العربية؟ بجد لقيتوا إيه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصة؟ لا يا جماعة ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول، ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصة واحدة بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له انجز. بصة واحدة. بصة واحدة. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقة تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب بص على رجلك يا انت. لا استنى استنى، تعرف برصاصة واحدة تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوقكم. انزل انت وهو. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام قال يعني كده هتسد الرصاصه. انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش خير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. اخبط في ضهري. لا ابوس ايدك اموت. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلصني. يا هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي انا. سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. تستظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مرة؟ أنا آسف ده الدبي. أنا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعة بسرعة. اسمعوا كلامي بسرعة. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المأمور. ده ابو الدهب. ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك. يلا اسكت مكانك، ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس، معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي.
تحت زرع تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟